لا شيء عن الاحتفال والفخر. الثورة التونسية وهي تطوي عشريتها الأولى اقتلعت جذور الاستبداد وعجزت عن إنبات الأمل. هنا شارع الحبيب بورقيبة، صراخ التونسيين ذاك اليوم كان مدويا طلبا للانعتاق. اليوم شارع النضال خاو على عروشه. اختفت الاحتفالات في الحجر الصحي الشامل. سألنا التونسيين عن مصير ثورتهم. هروب الدكتاتور، يعني تحرر الشعب التونسي من الهيمنة، من التسلط، من الجريمة السياسية والجريمة المنظمة واللي تستعملها الدولة. كنا نتمنى باش تكون ظروف خير من هكا، فهمني، وحلمنا الشعب الكل حلمنا باش تكون تونس أخرى، لكن ما رعانا كان العكس هو اللي صاير، الفقر نتخبطوا فيه. خلفت الثورة التحرر والديمقراطية وفشلت في تحقيق الاستقرار والتقاط الأنفاس. اقتصاد تحت العناية المركزة لم يقدر حتى على تحقيق شعارات الكرامة من تنمية وتشغيل. اختلاف سياسي حاد حتى على تشخيص الوهن، يراه البعض في النظام السياسي والآخر في القانون الانتخابي. أن النظام السياسي التونسي في حاجة إلى لقاح من صنف جديد ولكن غير مستورد يعيد للثورة وهجها. نتفق جميعا على أن حالة التشتت القائمة اليوم لا تمكن من استقرار الحكم، وهو أمر لابد أن نعالجه ونجد له الحلول في منظومتنا الانتخابية. لم تقدر الطبقة السياسية في الوصول بالتجربة الديمقراطية التونسية إلى بر الأمان حتى باتت إعادة الرشد إليها مطمحا. في السنة العاشرة أطلق اتحاد الشغل بديرة حوار وطني، اعتبر الرئيس قيس سعيد فرصة لتصحيح مسار الثورة، هكذا قال. قبل 10 سنوات من الآن كان طرد بن علي شرارة لما بات يعرف لاحقا بالربيع العربي. أزهر ذاك الربيع في تونس حرية وديمقراطية مهددة. نضال التونسيين ما زال متواصلا إذن لتحقيق بقية الحلم. فتح الفالحي ميديا، تونس.